الثالث والأخير وجه الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز رسالة إلى لاعبي الأخضر السعودي، وتحدث عن متابعته لكرة القدم وعضويته السابقة في نادي الهلال، إضافة لاستضافة المملكة لأهم الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية. سمو الأمير، يقال أنك عضو شرف هلالي، لازلت الآن عضو شرف هلالي أم لا؟ سابقاً كنت عضو شرف هلالي وعضو شرف في كذا نادي غير الهلال، لكن أنا أشجع الهلال. لكن الآن من كان 5 سنوات من دخلت مجال الخيل ما عاد تابعت الهلال والنصر والأندية كلها، يعني نتابعها في المباريات الكبيرة لكن ما عاد صار في متابعة. أكثر شيء نتابعه هي المنتخب السعودي. يعني توجهت توجه الخيل. إيه نعم. على طال المنتخب السعودي سمو الأمير، رسالتك للاعبين، المنتخب الآن مقدم على منافسة يتصدر مجموعة الآسيوية، وش تقول؟ أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله يمثلوننا خير تمثيل ويفوزون في جميع المسابقات اللي داخلين فيها بإذن الله. السعودية الآن والمرأة السعودية تحظى بدعم كبير وفق رؤية 2030 للمشاركة، أنتم في الإسطبل سمو الأمير لكم بادرة ودعم للفارسات السعودية، وش تقول؟ الحمد لله المرأة تحظى بدعم مولاي خادم محمد الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، والمرأة هي نصف المجتمع، يعني لابد في كل مجال، وحنا نعتبر أول إسطبل يعني وظف فارسة سعودية في سباقات السرعة، والحمد لله الآن عندنا كذلك أول مالكة وأول مساعد مدرب، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله أن كذا إسطبل يتم تعيين كذا فارسة بإذن الله. أنت من خلال خبرتك الحالية ومشاهدتك، المرأة السعودية قادرة على تحقيق الإنجازات، قادرة على تحقيق التطلعات؟ المرأة السعودية قادرة على النجاح في أي مجال تدخل فيه، وإن شاء الله نتمنى لها التوفيق، وبالعكس أنا من أول مؤيدينها تكون أول فارسة، لكن احنا حرصنا نكون أول إسطبل. الرياضات بشكل عام في السعودية الآن ما شاء الله، يعني خلنا نكون صريح معك سمو الأمير، احنا أول ما نعرف إلا كرة قدم، لكن الآن اختلف الوضع، يعني صار اهتمام رياضة كرة القدم، استضافة المملكة ما شاء الله راليات أو رالي دكار، استضافة المملكة الفورمولا إي، استضافة مصارعة، ملاكمة، أحداث عالمية، يعني السعودية ما شاء الله جالسة تبهر العالم. الحمد لله، هذا أكيد بفضل الله ثم رؤية سمو سيدي ولي العهد 2030. الحمد لله في جميع المجالات تم التطور والتقدم، وإن شاء الله أنها من أفضل إلى أفضل منها إن شاء الله بدعم وتوجيه الله يسلمه. على مستوى الرياضة الفروسية، هل الآن في رضا على المستوى الإعلامي علينا وحنا، ولا أنتم راضين؟ في البطولات الكبيرة فيها تركيز إعلامي، لكن الأشواط الأخرى والبطولات اللي ما هي البطولات الكبيرة ما يكون فيها تركيز إعلامي، أتمنى إن شاء الله أن يكون فيها تركيز إعلامي. كلمتك الأخيرة اللي حاب تقولها عبر برنامج صدى الملاعب ومصطفى الأعضاء. أشكركم أسلم على مصطفى الأغا ونقول له بالتوفيق إن شاء الله، وبرنامجك ناجح، ونتمنى لك التوفيق في قادم الحلقات إن شاء الله.